الحقيبة، شاشة 24 بوصة 12 فولت، وتشتغل كذلك على 220 فولت. استهلاك الكهرباء فيها 35 واط. تمتلك أيضا بطارية 18 أمبير 12 فولت، كذلك تمتلك منظم 20 أمبير، كذلك تمتلك شاحن منزلي نحتاجه في المنزل هذا فقط، بحيث أنه لو فرضنا ما في شمس في النهار وحبيت أطلع في الليل والبطارية فاضية أقدر أشحنها في خلال ساعتين ونص. المدخل هذا هيبدأ يشحن معنا البطارية عن طريقة الطاقة الشمسية، زي ما أنتم شايفين الشمس تشحن البطارية، هتبدأ تشتغل معنا اللمبة عن طريقة نفس النظام هذا. بالنسبة للفلاش شحن الجوالات، تشحن الجوالات عن طريقة المدخل هذا برضو. بالنسبة للزر هذا تشغيل التلفزيون وإيقافه، فرضنا قفلنا التلفزيون شغلناه، أطفي الكهرباء كاملة عن البطارية من هنا، زر الباور تطفي الكهرباء كاملة عن الحقيبة. الشاشة سهلة الاستخراج لأنه مركبين قاعدة نفس قواعد منزلية، قاعدة بميزان وتقدر تركبها مرة ثانية، تمسك الشفة من تحت ومن فوق. بالنسبة لشاحن السيارة حيكون نفس الشاحن هذا بالضبط، تشبكه هنا وحتشبكه على ولاعة السيارة برضو يشحن لك البطارية. يعني في الليل لو فرضنا اشتغلت 8 ساعات أو 6 ساعات وانتهت البطارية، تقدر تركب الوصلة حق تشحن السيارة وتشحن لك البطارية عن طريقة السيارة. في النهار ما يحتاج هذا الكلام كله، عن طريقة لوحة الطاقة الشمسية والبطارية تشتغل معاك من شروق الشمس لغروبها. بالنسبة لوزن الدش عن طريقة برنامج سهل جدا، فرضنا احنا اخترنا نايل سات، طبعا البرنامج لا بتفك الجي بي اس، ضروري مهم انك تشغل الجي بي اس. هنوجه نفس البرنامج بالكاميرا لان نعرف اتجاه القمر اللي هو النايل سات. عرفنا الموقع، هنمسك الصحن هنوجهه جهة الغرب عشان ناخذ الاشارة. ها تم التقاط الاشارة بكل سهولة ولا اخذنا اقل من دقيقة، طبعا ثلاثة مسامير عذرا. هنشيل الوصلة هذه، هنشيل صارت عندنا ثلاث قطع للتطبيق في الحقيبة المحافظة، بحيث انها ما تتحرك في نفس الحقيبة.